في الجنازة بشكل عفوي لما جت ليلى علوي تعزيكي قلت لها حبيبنا مات. مين اللي قالك المعلومة دي؟ انتي صرحتي بيها قبل كده؟ مش فاكرة تصوري. قلت لها حبيبنا مات، ازاي اتأكدتي من حب فاروق لليلى؟ فاروق نجمه خفيف قوي، مش حويط يعني، مش من الرجالة اللي يعرفوا يداروا ويعملوا، لا. وأنا حامل في أحمد، وكنت تقريباً في الثامن، وكان الدكتور فارض عليا إن أنا أبقى في السرير. إداني فاروق، هو متعود إن أنا أقرأ له يعني سيناريوهات حاجته، ولغاية آخر الوقت يعني كان بيبعت لي ورق وأقرأه له. زي هو بيقرأ طبعاً، بس بيبقى محتاج ياخد رأيي بالظبط. فاداني سيناريو فيلم وراح التصوير. فانا قاعده في السرير فتحت السيناريو، وصلت لغايه نصه كده، لقيت بلوك نوت بتاعت جوابات، الجواب مش موجود، الورقه اللي بعد الجواب اللي اتكتب الجمل واضحه جدا، تعرف تقريها يعني. فلقيته كاتب جواب لليلى. ده كان الطلاق الأولاني على فكرة، لأنه كان فيه مشاعر. بعديها بقيتي أنتي وليلى صحاب، واشتغلنا سوا كمان. واشتغلتوا سوا، وقالت لك بعد ما عرفتك كويس استحملتيه إزاي كل ده؟ أنتي تعملك تمثال في ميدان التحرير. إزاي؟ قلت لها يعني لو كان عرض عليكي ان هو يتجوزها عليكي كنت هتوافقي؟ هو عرض عليا فعلا. عرض عليكي؟ فقلت له طيب روح اتجوز واحنا مش هنتطلق. غيرت، ما فيش طلاق، لان انا كنت لسه احمد كان بيبي يعني. فقلت له روح اتجوزها، ولما الجوازه تخلص تعالى، فهتيجي عادي بقى كانك مسافر ورجعت، وده بيتك وابنك ومراتك عادي يعني. ما رضيتش؟ قال لي ما اقدرش. قلت له قال لي ما اقدرش اعمل فيكي كده، ما اقدرش اتجوز عليكي، لازم نبقى متطلقين. الطلقه الاولى كان هو السبب فيها يعني. هو اللي طلب الطلاق. مش عارفه حبك لفاروق قوه ولا ضعف، عند ولا استسلام؟ لا، قوة. الحب بيدي قوة، ولا ضعف ولا استسلام، لأن أنا مش الشخصية دي كمان.